بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا صلى محمد الله بن عليه عبد الله وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله في كتاب الزكاة، قال: باب في زكاة الفطر. ثم قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله الجميع قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: مالك كان يقول به. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله الجميع قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فعدله الناس بمدين من بر. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمة الله الجميع قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كما كنت أخرجه. قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. فقال قال أبو محمد: أرى صاعا من كل شيء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. ثم ختم الباب وقال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه ورحمة الله الجميع قال: كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. جزاكم الله خير. كل هذه الحديث كلها تنصب في الكلام على فرضية زكاة الفطر وأنها واجبة، وقد نقل في ذلك الإجماع ابن المنذر وغيره، وطبعا على ما قال الحنفية بالوجوب غير الفرضية. في القاعدة عندهم في الاختلاف بين الواجب وبين الفرض على دليل القطع ودليل الظن. تعالوا أعدناك. قال الحافظ في نقل الإجماع نظر لأن إبراهيم بن علي وأبا بكر ابن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، واستدل بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال: وتعقب أن في إسنادي رويا مجهولا والأحكام فرع على التصحيح. وحتى لو قلنا بأنها صحيحة فغاية الأمر أنه اعتمد على الأمر الأول، يعني ما فيها وين النسخ، ما في نسخ، وهي زكاة الفطر يعني أضيفت إلى الفطر، فلا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فوقت وجوبها غروب شمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن زكاة الفطر يعني فطر العيد، وهذا قاله الحنفية، لكن الأول قاله الجمهور هو الأصح أن وجوبها وقت الوجوب غروب شمس آخر ليلة من رمضان، ولأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بطلوع بعد طلوع الفجر. والأول قول الثوري أحمد وأسحاق والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي القديم، اللي هي بعد طلوع الفجر يعني. هناك في رواية مالك الثانية صاعا من تمر صاعا من شعير، والصاع هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقول المد 509 جرام، يعني أربعة أمداد يعني 20 جرام أو شيء من ذلك. قالوا الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز، وهذا هو صحيح من حيث الرواية. وذهب العراقيون على أن الصاع ثمانية أرطال وهو غير صحيح. قال الطبيب دل على أن النصاب ليس شرطا في زكاة الفطر للإطلاق، فإنه يعني أطلق صاعا من كذا وصاعا من كذا وصاعا من كذا، فعند الشافعي تجب
إذا فضل عن قوته أي شيء يسير يصل الصاع فعليه الزكاة. يبقى ما فضل عن قوت يومه وقوت أهله فالمسألة ليست مشترط فيها النصاب اللي هو ان هو يعني يملك 85 جرام ذهب مثلا ما يعدله من النصاب. الحنفية قالوا الصدقة في العموم لا تكون إلا عن ظهر غنى، والغنى لا يكون إلا بملك النصاب. والحقيقة أن الشرع بين هنا في هذا الباب عندما أطلق قال على زكاة الفطر على كبير وصغير وحر وعبد من المسلمين أنها عامة، وليس كل الناس يملك نصابا. فالحقيقة أنه كما قال الإمام الشافعي تجب إذا فضل عن قوت يومه قوت أولاده، يعني فضل شيء. قال على كل حر أو عبد ظاهر وجوبه على العبد، وهذا صحيح هي أيضا على العبد، لكن إذا قلنا بأن زكاة الفطر على العبد واجبة إذا تكون على من؟ على سيدي، على سيدي، لأنه لا يملك شيئا ولا ملك له، فتكون على سيدي من المسلمين. فيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة أو لغير ذلك، حتى لو كان يتاجر فيه فهو عليه أن يزكي عليه، لأنه قال على كل حر وعبد وذكر وأنثى وكبير وصغير من المسلمين من المسلمين. قوله من المسلمين هنا قيد أن عبيده الكفار ليس عليه زكاة فيه. طب كيف يكون عبيده كفار يعني لابد أن يكون من أهل الكتاب. فقال من المسلمين دي دلالة أنه يزكي على عبيده في كل أحواله إن كانوا مسلمين، وخرج بذلك أهل الكفر. فعموم اللفظ هنا أنه كان للتجارة أو الغير التجارة صغير كان أو كبير ذكر أو أنثى عليه أن يزكي عليه، ولأن ماله ليس له، هو لا يملك المال، لا يملك المال، المال يملكه من؟ سيده، لذلك كان عليه الزكاة. وقول مالك وشافعي أحمد وأحمد حنبل والجمهور على أنه لا زكاة على العبد الذمي، لكن ثوري أبو حنيفة قالوا يؤدي عن عبد الذمي، وهذا مخالف لأنه قال حر وعبد طيب من المسلمين، ومن المسلمين قيد خرج كل كافر لا تجزئ. في قول صاع من تمر صاع من شعير صاع من أقط، هذا كله دلالة على أنها لا تخرج إلا عينا، ما تخرج مالا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان في المال نفع لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم التأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير من أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم، فإذا قال صاع من تمر صاع من طعام صاع من شعير، فهذه فيها دلالة على أنها لا تصح من غير القوت، وهي عينا وتكون على القوت الغالب لاستغناء الناس. وهناك حديث وان كان في ضعف اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. اما الحديث الثالث الذي جاء فيه جاء معاويه يعني في خلافاته وجاءت السمراء اي كثره الحنطه الشاميه ورخصت. قال معاويه اظن ان مدا واحدا من هذا الحب او القمح يعدل مدين من سائر الحبوب، والمد مقدار ما يملؤ الكفين، يعني هو تقريبا 5 أو 9 جرام. ومعاويه كان يامر ايضا الناس ان تخرج من الحنطه الشاميه نصف صاع. قال من الحنطه السمراء يخرج نصف صاع وهو ما يعدل حجم الصاع من التمر او الشعير، وهذا صريح في ان يخرج نصف صاع من القمح، وهذا لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، انما حدث بعده. فالصاع هو فرض صدقه الفطر في اي قوت. اما قول معاويه هذا نظر، والنظر مع الاثر يسقط، ما في اجتهاد مع النصر مع الاثر، ما في. لذلك انظر الى ابي سعيد الخدري ماذا قال؟ وما زلت اخرجه على ما كنت اخرجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اجتهاد مع النص، اذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. والصحابه كانوا من احرص الناس على اخراج الزكاه على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قولي كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا اجتهاد مع النص، لذلك قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. وقد جاءت الاصناف التي منها الزكاه صاعا من تمر، صاعا من اقط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، كلها معده للزكاه، الحبوب التي عليها الزكاه. والمكرونه يعني الخلاف فيها في المعاصرين، لما؟ لان المكرونه دخلها ايه؟ دخلها اصناف اخرى، الزيت وغير ذلك من الامور التي لتصنيعها. لذلك من قال بان المكرونه اصل المكرونه ايه؟ في الفلاحين. ايوه نعم.
فإذا كان أصله الحنطة مثلا أو ذلك فهو بيقول بأنه زاد عليها أصناف. لذلك الصاع هنا يكون إيش؟ زيادة. زيادة ليه زيادة؟ لأن سأقدر ما عليها من مكونات أخرى دخلت معها وتركها أولى. تركها أولى. ويكون هذه الحبوب هي قوت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مغنوم عن السؤال في هذا اليوم. وبعضهم قال صاع من طعام يقصد الطعام الحنطة ورد عليه ابن المنذر. وقال بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاع من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة وهذا غلط منه، وذلك أن أبي سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن أبا سعيد قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ثم فسرها قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر. وكان طعامنا يومئذ في البخاري وكان طعامنا الشعير. في غيره قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وهذا ظاهر في أنواع وأصناف الحبوب التي تخرج يعني صاعا من طعام. إذا أقط وإيش؟ الأقط والحنطة والدقيق والشعير والتمر والزبيب. بعضهم قال السمك واللحم يدخل في ذلك. نعم، وممكن يكون السمك هو أكثر شيء بيأكلونه. نعم، لكن صحيح أنها على الحبوب هذه ونقف عندها أولى، أن هذا الذي خرجه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على ما هم عليه، فنبقى على ما كانوا عليه. وابو سعيد قال واخرج من خزيمه والحاكم صحيحه ان ابو سعيد قال لما ذكروا عنده صدقه رمضان قال لا اخرج الا ما كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طم صاع من حنطه صاع من شعير صاع من اقط. فقال رجل من القوم او مدين من قمح قال لا، تلك قيمه معاويه لا اقبلها ولا اعمل بها. لما هذا غايته نظر في مقابل الاثر النص. قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم، ويدل أنه خطأ. فقال رجل لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعا لما قال الرجل المدين من قبل، ما أخبر بذلك. ولكن سعيد قال ذكر الحنطة غير محفوظ في الحديث. الفوائد المستنبطة فين الورقة؟ الزكاة التوقيفية إخراجها مال لا تجزئ، لأنه قال ما زلنا نخرج على ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص كائنا من كان. معاوية رجل وهو خليفة المسلمين قال لا أخذ بها، أخذ بما كنت عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.